بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده كريم جل. الكريم ده هو هيكون مثبت للشعر الهايش، يعني الشعر اللي انت لما بتيجي تدهنيه كده اي نوع كريم بتبص تلاقيه بعد شوية بقى هايش كده هوت. ففي ناس ما بتحبش كده، بتبقى عايزة اللي هي تثبت شعرها وتدهن كريم كده وفي نفس الوقت اللي شعرها يعني ما يبقاش هايش كده وواقف. فالنهاردة انا هنعمل الوصفة ديت وان شاء الله كده تعجبكم. الوصفة ديت على طريقتي انا، مش موجودة على يعني في على اليوتيوب ولا في اي قناة، دي كده على طريقتي، اتمنى اللي هي تعجبكم. ما كده حبايبي نشوف بقى مع بعض كده احنا هنحتاج لايه. انا كنت عاملة معاكم في فيديو قبل كده في القناة منزلاه اللي هو كريم الكركار، اللي هو الكريم السوداني ده كده حبايبي. ده كده انا عاملاه بقى في البيت، هبقى اسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف وهتلاقوه برضو في اخر الفيديو ده اهوت. هتضغطوا عليه وهتشوفوا الطريقه بتاعته بالظبط. ده كده حبايبي، دي كده علبه بقى كريم ده احنا هنحتاجها النهارده. وهنا هنحتاج معايا كده معلقه كبيره جيلاتينه بودره، وهنا معايا ده كده 4 معالق كده ميه من المعلقه ديت. هبدأ بقى دلوقتي حبايبي، ومعايا هنا برضو مولعة على حمام، الله هنا حمام مية اهيت علشان هسيح عليها الكريم. هنا بقى نيجي هنا على ندى، هنا هبدأ اللي انا احط معلقة الجيلاتينة كده. المية ساقعة، مية الحنفية انا ايه هقلبها كده لحد ال هسيبها بس ايه كده حبة صغيرين بس، هي مش هتاخد ياما يعني، ممكن دقيقة دقيقتين بس مش ياما يعني. شايفين كمان يعني انا لسه حطاها اهيت لحد الجيلاتين وما تشرب ايه المية اهيت، يبقى القوام بتاعها ايه تقيل كده. ايه انا هسيبها بس دلوقتي مع كل ما افضي بقى الكريم ده. كده انا هاخد الكريم وافضيه هنا اهوت. كده بقى ايه هسيح الكريم كده حبايبي لحد ما يسيح خالص معايا، وبعد كده بقى هنزل عليه بالجيلاتينه. دي بقى هبدأ ان انا اضيف، شايفين قوام الجيلاتينه شربت الميه ازاي. طبعا الجيلاتينه ديت هي اللي هتدينا بقى ايه، هتدي هتثبت الشعر مع خلطه الكريم اللي انا عاملاها، يعني تنعيم وتثبيت جميله جدا. طيب الكريم دوت ان شاء الله كده، وهنجربه برضو عملي كده في اخر الفيديو. وقولوا بس ايه يا رب ابني بس يوافق اللي هو يصور معايا وانا بجرب معاه الكريم، لان ابني ما بيحبش اللي انا يعني اللي انا اجي ناحيه شعره خالص، ولا احط حاجه على شعره ولا المسه حتى ولا اصوره. فان شاء الله كده نحاول برضو ان انا ادهن كده شعره كده اهوت، ولو ان انا عارفه اللي هو صعب يعني، بس هحاول لا عشان تشوفوا برضو ايه الكريم معايا ايه عملي يعني. دلوقتي بقى حبايبي كده هو ما بياخدش وقت كده، خلاص الكريم كده ساح واختلط كده مع الجيلاتينه، بس هسيبه بس ايه دقيقه بس كده او دقيقتين وارجع تاني. كده حبايبي كده خلاص يعني سيبته كده لمده دقيقه كده هو بس. فدلوقتي بقى هبدا ان انا اقعد هسيبها لحد ما تبرد، ده الكريم معايا يبرد خالص، وبعد كده بقى ايه هدخله على التلاجة لحد ما يبقى يعني الكريم يجمد كده معايا،
وبعد كده عادي تحتفظي بيه بقى، ممكن تحطيه على عندك على السراحة، عايزة تسيبيه في التلاجة وتاخديه وتحطيه، بس لو بره هيتني جامد زي ما هو برضه، يعني تحطيه على السراحة عادي يعني. فدلوقتي بقى انا هسيبه لحد ما يبرد خالص وادخله التلاجة، وارجع بقى تاني ونجربه مع نجرب لكم الكريم مع ابني يعني. كده حبايبي الكريم كده جمد كده معايا. دلوقتي بقى حبايبي هستنى كده بقى لما ابني يجي، عشان ابني في مشوار دلوقتي، عشان عايزة برضو ان انا اجرب الكريم برضو ده، هو عملي برضو، واوريكم برضو الايه النتيجة بتاعته برضو اللمعة، وتشوفوه برضو ايه، وتشوفوه برضو ايه عملي يعني. دلوقتي بقى هسيبكم دلوقتي ونرجع تاني. كده حبايبي الكريمة اهوت، بعد ما جمد بقى معايا هبدأ بقى دلوقتي ان انا ايه اجربه بقى على شعر ابني ده، ابني فتحي، فشوفوا بقى دلوقتي الكريم ازاي بقى يعني بيدي لمعة، وازاي بقى اللي هو بيثبت الشعر. بس عايزة برضو اقول لكم على حاجة حبايبي، اللي مش لازم اللي انت يعني لو انت مش عايزة تعملي كريم الكركار ده هو اللي انا عاملاه، وتضيفي عليه نفس الوصفة اللي انا عملتها اللي هي الجيلاتينا عشان يبقى كريم جل، فممكن اللي انت تستعملي اي نوع كريم انت حباه للشعر، وبتعملي نفس الوصفة اللي انا عملتها النهاردة ديت. ممكن تعملي فازلين طبي اللي هو في الصيدليه، وتجيبيه وتعملي نفس الخطوات اللي انا عملتها النهارده. ممكن يعني انت حابه نوع كريم معين بتستعمليه، ممكن تضيفي له نفس اللي انا عملته اللي هي ملات الجيلاتينا عشان ايه تثبت الشعر. وهنشوفه بقى دلوقتي عملي يعني مش لازم ده هو، ممكن تعملي الوصفه على اي نوع كريم. ما دلوقتي بقى ايه هاخد منه بقى ايه حته اهيت ونجربها بقى كده. اجربه على شعر ابني فتحي حبيبي. عشان نشوفه ايه، شايفين اللمعة بتاعت بتاعته طبعا. المعلات الجيلاتينا يعني بتثبت الشعر وبتقوم بدور جميل جدا. ما طبعا انت بقى لما بتستعملي كريم كمان معين بينعم الشعر، بيرطب الشعر، في كريمات بانواع تانية بتبقى مفيدة جدا للشعر لما تضيفي انت عليها الاضافة اللي انا عملتها النهاردة ديت، فبتبقى حاجة جميلة جدا. ما شايفين حبايبي يعني. طبعا انا طبعا الكريم دوت كمان بيبقى حلو كمان للشعر الخشن الهايش، اللي مهما تسرحي فيه تبصي تلاقيه بعد شوية تلاقيه اللي هو وقف كده. لا ده هو الكريم بقى ده هو يتن معاكي كده بنفس نفس النظام كده، الشعر نايم كده، ولان ده كده بيبقى يرجع لمعلقة الجيلاتينا اللي انا ضفتها هي اللي بتبقى مثبت للشعر. عشان كده انا يعني ان شاء الله كده بقى ايه هسميه بقى كده اهوت، هيبقى العنوان بتاعه كريم جيل على طريقتي يعني. ده اول مره، ده اول مره كده في قناه حنان الوراقي طريقه عمل كريم جيل على طريقتي. طبعا خد بقى فتحي كده، شوف انت لو عايز ترجعه لورا، انا بس ايه كنت بوريكم كده حبايبي، بس هو ابني بقى ليه تسريحه معينه، هو بقى سرح شعره وبقى كده، واعمله بالطريقه اللي انت ايه بتحبها. يلا جيب عليا ندى كده عشان اوريكم برضو اللي انت تجيبيه كده، تجيبي الشعر كده تجيبيه كده بيبقى ثابت معاكي يعني. بصراحة الوصفة دي جميلة جدا جدا حبايبي، واتمنى ان انتوا تجربوها. وزي ما قلت لكم مش لازم يعني نوع معين من الكريم، ممكن اللي انت تعملي اي نوع كريم انت حباه. كده ظبطته؟ لا والله يا ده بيقولك انا على طريقتي انا بقى اهو. جيبي يا دادا لما نعمل له بوف كده جميل. لا الله
بس العينيك ما تلوحش يا ركزي على شعرها. يلا اعمل بقى للناس كده باي باي كده، اعدل عينيك يا فتحي. بيعاكسني. يلا اللهم كل سنة وانت طيبين. لا اعدل وشك يا بابا، اعدل وشك. طبعا انتوا ما تعرفوش انا عملت ايه عشان اصور المشهد ده، يعني بالعافية. ارفع ايدك عشان انتوا طيبين. يعني اتمنى حبايبي للفيديو النهارده يكون عجبكم وتكون الوصفه عجبتكم فعلا. ويا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، لو القناه عجبتكم حبايبي فضلا وليس امرا، يا ريت ان انتم تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. كان معاكم حنان الورقي ومنى وفتحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا اعمل لهم باي باي يا فتحي. وافرد اعمل عينيك. يلا باي. أدي العينة. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي. باي.